الدولة اللي زي مصر اللي فيها 100 مليون عشان تقدر تعمل انفاق حقيقي مناسب لعدد سكانها لا يمكن تكون موازنتها أقل من 18 تريليون جنيه. عشان حد يقول لك أنا هعمل لك تعليم كويس، عشان حد يقول لك أنا هعمل لك علاج كويس. في أفكار بنعملها وعاملين، هو لو احنا عندنا الفرصة دي كنا هنخلي برنامج التأمين الصحي الجديد المشروع ياخد 15 سنة كنا هنعمله كده. لا، احنا عملينه 15 سنة عشان يتناسب مع الدخول، وعملنا كمان مطالب فرضناها على أصحاب الدخول المختلفة عشان يبقى في موارد تغطي هذا الموضوع. لكن لو في دخل لينا 18 تريليون جنيه موازنة كنا ما كناش هنعمل كده. الكلام ده ينطبق على كل القطاعات الخدمية اللي الناس بتشوفها، اللي الناس بتتقدم ليها. أنا بس بقول لكم الكلام ده كبداية لينا في الكلام عشان نبقى عارفين إحنا رايحين فين. عشان كده كان لابد ان احنا ناخد اجراء في مسار الاصلاح الاقتصادي لبلدنا عشان نقف على يعني الارضيه الحقيقيه لبدء بناء دوله قويه من منظور اقتصادي. في تكلفه كبيره بتدفع طبعا على المستوى الشعب صحيح، وكان الهدف واحنا بنتحرك لده ان لابد ان شبكه الحمايه الاجتماعيه اللي ممكن برضو هنسمع منكم ايه اللي اتعمل فيها تخفف ما امكن في اطار ما لدينا، نخفف عن الناس قسوة هذه الاجراءات اللي احنا بنتكلم فيها. اوعى تفتكروا ان الكلام اللي انا بقوله ده يخوفكم يا مصريين وتقولوا انت كده قلقتنا. لا، انا حبيت بس احط النقطة دي قدامكم واتكلم معاكم بمنتهى الصراحة والوضوح. ما تخافوش ابدا غير ان انتوا تختلفوا وتتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خليكم كده بس، خليكم كده بس، وهقابلوا التحديات بالعمل وبالأمل، بالعمل وبالأمل.